تحياتي، السلام عليكم ومساء الخير وكل الكلام الطيب الحلو كله ليكم. تحياتي يعني لكل حد في هذا الوطن، تحياتي وإحنا بنواجه ظروف صعبة، تحياتي ولسه الشغل شغال علينا في العالم. لكن خلونا نبدأ كلامنا بتحياتي لكل وتد مصرية أو عربية، يعني لسه لما العيلة على ترابيزة السفرة أو ترابيزة في المطبخ أو حتى طبلية تحكي عن الجدود وتربط الكل بالأرض وتتكلم عن الأوطان وكأنها الحامي الوحيد لهذا الوطن. تحياتي للأم المصرية والعربية فيما كانت، تحياتي ليها في وقت الشدة، وما فيش شدة أكبر من اللي إحنا فيها. أوطان بتتباع وأعراض بتروح وأرض بتدهسها الخيانة قبل التتار، وضماير ماتت ومش شايفة غير مصالحها. كل ده ولسه الأم الطيبة ماسكة في أطراف الأمل وبتحمي بإيديها اللي بتقدر عليه. تحياتي للي شايلة الشيلة وعارفة الهدف، العيال تكبر صح وتحب بلادها صح، وتبقى علاقتهم باللي حواليهم برضو صح، وتبقى علاقتهم باللي خالقهم برضو صح. تحياتي للي ناسية نفسها في وسط المسؤولية بره وجوه. تحياتي للي ناسية صحتها ومش مهم، المهم العيال تبقى كويسة. تحياتي للي ناسية السنين اللي بتعدي ومش بتحس بيها غير لما تتفاجئ بالزمن من حواليها بيتغير. تحياتي لكل وتد مصرة في ظل غزو التتار والهمج، وبكل شكل إنها تفضل ماسكة في تقاليدها ومبادئها، واعية إن أول سلم الخطر على الوطن يوم ما تفقد هي الإيمان بقضيتها وقضية بلادها. ونكرر ونقول يا سادة، اللمة عزوة والعزوة سند، والسند مش مال ولا منصب ولا نفوذ أبدا. نكرر ونقول السند لحمك ودمك، العزوة أهلك وصحابك وعشرتك، اللمة ناسك في بلدك امسك فيهم ما تضيعهمش. واللمة ترجع لوانت صغير على أكلة ربنا طرح فيها البركة، مش من كترها ولا من غلاوتها، لكن بحلال اتلمينا عليه ولو كان قليل، بضحكة أبوك وأمك ونظرة الرضا في عينيهم بوجودك، بحكاية أخوك في المدرسة وتعليق أختك على اللي حصل في الشارع، وخبرة بناخدها من غير ما نمر بيها لما نسمع حكايات الطيبين حوالينا. رشوة رفضها أبوك عشان يقضي مصلحة غلط لأنه مصر يأكلكوا حلال. مساعدة عملتها أمك لجارتكم رغم إنها كانت محتاجة الفلوس لدواها بتاع كل شهر. أسلوب تعامل طيب بين أبوك وأمك يخليك تتعلم إزاي تعامل مراتك لما تكبر. خبرات طويلة وحكايات أجمل ومعلومات تعرفها وإنت بتاكل لقمتك مع عيلتك. هموم الدنيا بتروح، قلق الدنيا بيسيبك، وأول شيء يعني كان لفت نظر عدوك لينا بعد هزيمة 67 كانت لمتنا دي، عزوتنا اللي صدرناها مع أول أخبار الهزيمة برا البيوت. البيت بقى مصر، والعزوة بقت إحنا، والشعب بقى السند، والسند بقى كمان في ظهر الجيش اللي لازم نجوع عشان ياخد بطرنا. المدد بقى كان من ربنا لما رفعنا أيدينا للسماء كلنا وقلنا يا رب. الصرخة كانت الله أكبر في أكتوبر من غير ترتيب، تهد جبروت الأعادي وسلاحهم. بعد النصر في 73 قالوا لا، مش هينفع نسيبهم في لم، ما ينفعش يكونوا عزوة، مش لازم يبقى ليهم سند. حاولوا، حاولوا ونجحوا لحد كبير. استهلاك بشع بيفتح العيون على اللي أكتر من طاقتها، واستسهال للعيب والحرام بمنطق فكها ما تعقدهاش. مخدرات، أفلام مقاولات، وفن هابط، تعليم ماسخ أنتج مسوخ تانية، وصحة بايظة وقيم بتتراجع. هم افتكروا إن هم نجحوا ونسيوا إن البلد دي كان فيها حضارة طويلة عريقة لها بذور ولها يعني جذور في الأرض، والجذور والبذور دي طرحة جينات حتى لو غطانا التراب. وهي دي حربنا النهاردة، نرجع اللي بنملكه، واللي بنملكه مش فلوس، اللي بنملكه لمة وعزوة وسند بيحمي البيت الصغير والوطن الكبير. والبداية لمتنا على الأكل اللي بتخلق كل القوة لحياتنا. افتكر البداية أكلة، أكلة حلال نتلمى حواليها. افتكر إن يمكن يكون في حاجات مش عاجباك جوه البيت، لكن ما بتهدش البيت علشان هي مش عاجباك،
بتقول نصلح ازاي. الوطن كمان بيت، ممكن يكون مش عاجبك حاجات في الوطن، لكن ما ينفعش نهد الوطن عشان مش عاجبنا حاجات فيه. الصح ان احنا نبذل قصارى جهدنا، نجاهد نناضل علشان نصلح الغلط مش نهد البيت، وخصوصا لما يبقى البلطجية والتطار والهمج واقفين برا البيت وتفضل لمتنا تاني، تفضل لمتنا. نشوف الفيلم ده ونرجع نكمل كلامنا. كلام